الإسلام في روسيا، الرجل الذي أربك العالم بأكمله. ماذا لو أصبح مسلما؟ كيف سيتغير العالم؟ قبل أن نبدأ، هناك قناة ثقافية بامتياز، صدقني تستحق تلك الخمس ثواني من وقتك. لا تنسى أن تشترك بها، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. لنتفاجأ إذا أصبح بوتين مسلما، فالإسلام هو ثاني أكبر ديانة في روسيا اليوم، ويحتل جزءا من التراث التاريخي الروسي، ونسبة المسلمين في روسيا تقريبا 20%. ولا ننسى دولتي داغستان وشيشان اللذان يعتبران تابعين إقليميا لجمهورية روسيا. ماذا لو دخل الرئيس الروسي إلى الإسلام؟ لو أصبحت روسيا دولة مسلمة لحصلت فلسطين على استقلالها وحريتها وعادت للحضن العربية. نتيجة قوة روسيا العسكرية وحتى الدبلوماسية، وأيضا مقعدها المؤثر في مجلس الأمن الدولي. ستصبح الدول الإسلامية هي المسيطرة على العالم، بعد انضمام ثاني أكبر قوة نووية في العالم، ولا ننسى أيضا دور باكستان النووية. ستصبح الدول الإسلامية من أكبر الدول التي تحتوي على أكبر احتياطي غاز في العالم، وسادس أكبر احتياطي ذهب في العالم، حيث بلغ نحو 1500 طن العام الماضي. ستصبح مساحة العالم الإسلامي 49 مليون و100 ألف كيلومتر مربع، وهذا طبعا بعد انضمام أكبر دولة في العالم التي مساحتها تقدر ب 17 مليون كيلومتر مربع. لو أصبحت روسيا مسلمة لكان العالم كله خائف من المسلمين، فروسيا تحتل المرتبة الثانية في العالم عسكريا، بالإضافة إلى تركيا التي تحتل المرتبة العاشرة وغيرهم. لو أصبحت روسيا مسلمة لاتحد العالم كله تحت راية روسيا، وكانت وارداته من القمح وغيره من الطاقات كالغاز والبترول تأتي من روسيا. يصبح التنقل بين الدول العربية والإسلامية في أوروبا سهلا. ستصبح الصناعات العسكرية في الدول الإسلامية أكثر قوة، نتيجة تزويدها بأسلحة روسيا وصواريخ تهدد أي دولة معتدية. يتوسع العالم الإسلامي مما يسمح للعديد من الدول باعتناق الإسلام. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.